يا هلا والله معكم بكلوب، اليوم جايب لكم حلقه جديده. وقبل لا نبدا يا شباب صلوا على النبي وخلونا نبدا يا شباب. اليوم لعبتنا الجديده سبيد فريكس. يا شباب اللعبه هذه بسيطه جدا وتذكرني بلعبه قديمه على البلاي ستيشن 1، كانت حرب سيارات. فتخيلوا الحين راح انت حارب وانت داعس، ويا جماعه اللعبه حلوه، والحلو انها مجانيه بعد على البي سي. طبعا ما ادري على الكونسول نزلت او لا، ما راح احط بذمتي. فيها مودين، هذا المود الاول والثاني، خلونا نجرب الاول. ويا جماعه ان شاء الله اللعبه تكون حلوه، غالبا ممتازه، لكن لو يضيفون مودات اكثر تمام. طبعا هذا الجيم كذا مجزا، كل مره راح يكون لنا ريسبون. اوه هذول بادين يا شباب. هذا انا الحين شوفون، هذه سيارتي، معي هالغيلان، عندي رشاش لا نهائي. طبعا ما يلف 360 للاسف، هذا من العيوب. تمام، عندي هذا الملتوف اللي يقطه هذا الاسطوري. تمام، عندنا شو اسمه، قول وياي، الغاز اللي يخليني مره سريع. وعندنا الشيء الثاني اللي هو كذا، هذا اللي البوف كذا، عرفتوا، غير الغاز. تمام، فهمتوا الفكره يا شباب. اللعبه لحد الان كويسه وفكرتها ذكرتني باللعبه القديمه اللي كنا نلعبها واحنا صغار. كنت العبها وانا كنت اولى ابتدائي يمكن، او اي اولى ابتدائي اعتقد، يوم نجحت باولى ابتدائي شروا لي اهلي بلاي ستيشن، كان الجهاز الاسطوري بالضبط. كان عندي قبلها نينتندو يا شباب، كنت العب سوبر ماريو القديم، عرفتوه بالضبط. هذا كان يمشي على جنب. يا سلام عليكم، لكن لا نتفرع بالامور القديمه. الحين هم محتلين الرسبون هذا، وحنا لازم ناخذه يا شباب. هذا الرسبون، ولد 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 قبلوك، ولد شوت بالاعداء، الله عليك يا قاتل يا مقتول، قتلته يما، مت مت مت. يا شباب شفت في انتحار. طبعا هذه الدبابه اعتقد انها شريها بفلوس عشان كذا مره قويه، حتى انا صعب علي اني ادمجها. هذا انا بسم كذا، اول ما تغصب يسوي لك حركات. شوف الحين يوصل الرسبون، اوكي اخذ الرسبون، راح ننطلق المفروض للرسبون اللي بعده. لا للحين نتعارك عليه، اوكي. والله جاي، والله جاي للنهائيه وما بعدها يا حبيبي. تعال تعال اعطيك ملتوف، تعال. حلو الرسبون لنا يمه، انقل 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 بالقم بالقم. كلب يا زبال يمه، يا كثرهم، انا الوحيد اللي موجود اصلا، انا الوحيد. شو تسوي يا دبلوك، شو تسوي؟ بدينا ناخذ الرسبون. شوف قام يعبي، قام يعبي، طلع الزبال هذا، طلع الزبال هاي، انقلع انقلع، ولك شيل كل بعد ولا اعطيتك كل ولا يا شباب. والله شكله تكيلت قبل لا اكيله للاسف يا جماعه. اللعبة لا شعوريا، والله شكل الكنترول في جير كذا يسوي حركات، ليش كذا يسوي كذا الحالة، عرفتوا؟ بس تمام، ما عليه، الكنترول شغال كويس يا عيال. بس الحين بناخذ الورثة يا عيال. والله شفتك يا زبال، والله شفتك يا زبال، ما يرش الرشاش. بيع حبيع 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 يا شباب. يبا هالدبابة والكنج يرم يا جماعه، هذول اقوياء. السير غني، هذا عنده دبابه حمراء يا عيال، شوف شلون الرسم الحين كذا انعوج. ايوه روح لحالك، ايوه بالضبط. شباب غالبا انهم غالبين زين، ما ادري ليش لما اصور انغلب يا جماعه، بس لما ما اصور ادعسهم الدنيا. لكن التيم اللي ضدنا قوي يا عيال، ترى كلهم شارين دبابات. لكن احنا الهدف وش الحين؟ زين وين الرسمون الجديد؟ هناك هناك يا شباب، الرسبون الجديد منطلقين عيال، ونحاول نشوف. والله شفتك يا زبال، والله شفتك، تعال تعال، والله شفتك. ادري اذا وش وش شوفه. لا يا عمي تكفى انت، لا ليش يجيني اقوى واحد يا عيال؟ انا السؤال ابي اعرف ليش يجيني اقوى واحد. هذا عنده بازوكا. لا لا لا، انا اجيك والحم فيك يا حبيبي، تظني اخاف؟ ها لا زمان يا حبيبي، اخر واحد يخاف الدنيا. تعال 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 تعال، اعطيك نبذه عن شجاعتي، تعال. وكان كل الالعاب اخسر سبت السالفه هذه، اني ما اخاف، اني ما اخاف يا زبالين. تعال تعال، والله قربنا لهم الحين. عطى كذا يا مدير، عطى كذا القم.
تكفى ارم عدل تكفى. ما راحت علي كركولو. جماعة قاعدين نحاول ان نحتل المكان والله. ما جت فيه ما جت فيه يما لا 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 اثبت صرت هدف ثابت يا عيال غش. حسبني يا خرب يا جماعة والله التيم اللي ضدنا اغنياء اغنياء والله اغنياء. شارين اشياء واجد هذول سيارات مدري وشو انا ما معطيني هالكردعة هذه التعبانة. جلبات احمل اتوقع والله ليك بلوك دبل كل الله اسطورة من يومك اسطورة شجاع شجاع شجيع راحت الشجاعة يا رجالة ارجوك خذ المكان خل تحول القم يا جماعة طافت شرتم الدنيا والله نحن نستطيع نحن لا ما ادري كم نفيد تكفى يا اخي هذا فرق 200 فرق 200 تكفى زيد ارجوك زيد انني اتي اتي من اخر كوكب الارض يا جماعه لو يلف 360 اصلا غيرت النتيجه بس هذا ما يلف 360 وهمكم السفال السيارة الخرائية روح روح اوه هذا قوي تعال انها نكست راح صح مكان جديد راح مكان جديد دوسي اخرب بيت جاء زبالة جماعة يلا تمشي السيارة هذه الضغط الضغط القلب السكتة جماعة انا ادري اني اسطوره انا عارف بس عطى الاسطوره فرصه اللي خربت الكنترول لا كويس شغال يا عيال عطني سرينجل انت يا بطيئه كشخه يا جماعه فخم وفاهي هذا دائما كذا الاغنياء انا اعرف النتيجه فارق فارق روح اطلع للاعداء من حيث لا يحتسبون الله عليك كذا لازم تسوي شنو الزخم اعلامي ولك اهداف ثابته هذه اهداف ثابته ولك اهداف ثابته ولك خبز يابس الله عليك اذا ما اخذت كلايه اخذت مساعده اخسر الكشخه يا الفخم انت اخسر المهرجان الواد وخر عني ذبحتني ذبحتني بيتك نفرس النهر لا احساس لا ضمير ايييييك بلوك حاول جيب النقاط لرفعك افرم اما افرم اما تم الدعس الله عليك جماعة يكفي لو اخذ مساعدة لو اخذ مساعدة كافي انا اكتفي وين دوسي يا اخي يا اخي شي خيش برج يا زبا شفتك يرمي شو شلون يرمي الغبي شو شلون يرمي لا تذبحني سوق من توفو الله عليه فجره ما عاتكفوه جماعة السيارة هذه متخلفة بس اللعبة حلوة يا عيال هذا الكشخب احمر الكشخب احمر خب احمر لحم فيه لحم فيه لحم فيه خل القصف لا نهائي قبلوك الله عليك قبلوك يا شجاع يا شجاع جماعة تكفى ارم 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 خليك متوازن على الهدف لا لا الهدف قاعد يهدفني انت الهدف انا ماني هدف طلع عليه كيف المساعدات هذا الفخم 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 عليك يا قبلوق لو بالفريق كله قبلوقيين نفسك ما كان هذا وضع الفريق على امكم انقلع انقلع ذابح خمسه لحد الحين المفروض اخذ جائزه افضل قاتل باللعبه يا جماعه انا تخصص اغتيالات
اوكي على ما يبدو ان رحنا ولا خلص الجيم صح؟ لا 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 رحنا الرسبون جديد. يس انا اوريكم يا زبالين. الاعداء يحاولون شو اسمه ياثرون علينا من الحين. اوووو لك صرت بوجهه ترى معاهم مدافع وحركات انا ما عندي شيء. الله يوفقك الله يوفقك. خسرنا صح؟ ايزي اهم شيء شنو دعستم تدعيس. هذه اللعبة اللي احس ما ابي افوز فيها، ابي ادعس فيها. اي انا تدري ليش ما حطوني؟ هم 31 كل الفخمي سيارة اغنياء اسلحة متطورة. والله اداني العيب صراحة. والله العظيم اشكرني يا عيال والله اشكرني. يعني انا ما وش سويت انا؟ دقيقة يا عيال. عداني العيب صراحة. تسلم ايدي. ليه امدح نفسي؟ كافحت بسيارة مو مكردحة ملعون ابوها يا عيال. اذا نجرب هذا اعتقد الالي يا لهم يا لنا. لازم نحمل الالي عشان يوصل للمنطقة المطلوبة. بالضبط يا عيال لازم يوصل للمنطقة المطلوبة. فاحنا راح نحاول ان نوصل الالي للمنطقة المطلوبة. الحين ما ادري اساسا في الي لنا ولهم ما ادري صراحة، لكن على ما يبدو ان في اليين. زين حنا المفروض وش نسوي؟ نروح نلعن ابو الي. مساء صراحة بسم الله. بس هذا اليهم تشوفونه؟ زين الحين هذا اليهم المفروض انه شنو؟ ندمجه. اوووه تحكى عنده يا شباب، تحكى عنده يا حبيبي. افجر فيني اقطعك انا اقطعك. شنو حياة موت افجرك علي وعلى اعدائي يا حبيبي. لا انا اللي مت، بس انا ادري اني انا مت. بس مت ليه؟ انا الحسن ما يصير اول ما ابدي اعرق، فهمتوا؟ تحسدوني بعدين. وش تسوي؟ تقتل نفسك. لا لا مو على الحسد اول. لا لا انا عند رايي موقفي هي شجاعة مفرطة. شجاعة مفرطة ورب الكعبة شفتك. وهو الحين رد علي بالرصاص يقول وانا شفتك. احا الآلي قتلني. ايه هذا طلع غاز اسود عطب بالدنيا يا عيال. تقول نسيت القدرة هذه. طيب شو تسوي؟ هذا وش؟ انا لك يا حبيبي انا لك. انا ما قدرت اشوف يا عيال. انا قوي يا عيال. دمج يا عيال مو طبيعي. الدمج يا عيال انقلع على طول سيارتك. هذا علينا. طيب احسن وسيله للدفاع شنو؟ هي الهجوم. فانا اروح انا اوريك. انا وريت نفسي قبل الله اوريك. الله يقطع شكلي. وين اعدائي كثار. انا اعدائي كثار. امال وين دشيت بينهم؟ الشجاعه يا قفلوق. بس الشجاعه تبي ذكاء يا قفلوق. تبي ذكاء شجاعه. انا ابوكم. مبين اللي بايعها صح؟ دقيقة عطب الدنيا قفلوك. علقت السيارة يا جماعة. والله العظيم متعة. والله كذا متجمعين وانت تدخل
ما تشوف احد بعينك. طع 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 تلعن ابو ابوهم دوس. وين السياره؟ وكان الحين قاعد ادخن. انا بالرسبون يا عيال. طيب الغاز هذا ما يعبي من نفسه؟ هذا علينا. من شلون يعني اعطيه دعم انه يمشي اسرع؟ ادعمه يعني. دوس يا ولد دوس. يا ولد دوس روح. روح ارجوك يا ولد. طيب الحين عليهم قام يتقدم والله يا عيال. تعطيها جرعة ادرينالين. تدري شو بومهم؟ وين؟ يا كلب الاولي. تخيل اني بخاف منك. تخيل روعة المنظر واني اخاف منك يا زبال. تخيل. ربعك الزبالين هم اللي قاموا يطقطقون. شنو مستمر يا عيال؟ نجي من هنا على ام الغاز اللي مراضي عدي. اسمه قدام الالي. هذا ما يرحم. هذا عنده اوتو كل خلاص يا اخي قوي. ارجوك الله عليه دوس. هذا علينا. روح يا علينا. احنا هم شنو كنا عليهم القوس صح؟ اشتعوه يا زبال يا زبال يا ابن الغني. تشوفون الرشاش اللي فوق يلف كامل. هذا انا مثل شبال غول اللي عندي. ارجوك علينا. ارجوك وصل الهدف. ارجوك شو اسوي يعني عشان تزيد سرعتك؟ ما ادري ايش اسوي. عادي دوس سيارتي روح. اعطيك دفعه امل. ها ميكروجين شو اسوي يا ربي؟ ماكو فايده يا شباب. انا لا لازق فيه ولا كني لازق. ايش اسوي؟ اروح ادور الاعداء من جديد. الله هذي الاعداء. امي هذي شلون توصل هالشكل يا جنك؟ والله لا جنك. والله لا بطلك. والله العظيم لا ندفش. ادفوني عادي عادي يا جماعة. اقسم بالله بايعها والله. اوريكم فزنا ولا الحين. يلا باقي شوي. وين الاعداء؟ انا ما شاء ضيعت. شنو؟ اروح يا حبيبي اروح يا مدير اروح. هذا وضع علينا. علينا وانا الاعداء ان ام المحطه اللي جتني يا عيال. يهيل قاعد يهيل. تردوحي افر فر هني اليوم. افر وكر يمه. الغنية والله لا ارجع. قلنا تكاية يا عيال. اتكى بس عطني الدراليين. روح يا مدير. روح يا علينا. روح والقلب يعينك يا علينا. روح يا علينا. ما حد قاعد يهجم عليك. تدلل يا كايدهم. لا تخليهم يوصلون لحد الحين. حنا سابقينهم. هذا شنو اللي هناك يا عيال؟ شنو اللي يكون ياخذون له سرعه من هني؟ والله العظيم الا انا اتفك. كمل كل
تم الكل انقلع انقلع. من هذا الهاجم علينا؟ من البجيح هذا؟ خبل انت خبل انت خبل انقلع. ما تكفى دشيت جبل، لا احد يدعم جبل. الله عليك يا لينا. هذا العدو، هذا العدو الزنبوط هذا، وين ذبحوه؟ لازم شنو تسوي؟ هجر الظاهر اندفن عليهم يا عيال. لا والله ذاك تعال تعال شوف الليل زي الخراب. ولع فيك هني، ولع فيك. شيل يا مدير من قدام اليهم ومن قدام ربعه ومن قدام الناس كلها. انتفع انتفع. والله العظيم متعه يا عيال، لعبه جميله صراحه، لعبه جميله 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 جميله. اوي 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 دوس. تكفى يا علينا، وصل يا علينا، روح يا علينا، دوس دوس. يلا اوقف جنبك احميك يا اخي يا اخي. اوه ايش سوي هذا؟ كنا انا الله عليه. يلا علينا دوس دوس علينا، انت تستطيع يا ولد. دوس انا ما ادري وين بيوصل اصلا. شفت العدو من بعيد، منتهي وضعه. تعال الا اطشرك، الا اطشرك. منو منو جاي؟ منو جاي؟ الله عليك. الله هذا هذا الدبابة الكبيرة يا عيال. هذا هذا الكلب هذا هذا. تعال الو. دعسه بنجاح الثاني الثاني الثاني. قفلوك اخي الاعداء دائما. انت يا زبال ما اشتغلت علي، لقيتني سياره زباله قمت تدعس فيني. ها عرفتني دليتني يا زبال. دوس علينا رفيع المستوى، لا تخاف. روح شق طريقك الى اليهم، شق طريقك الى اليهم. دبلوق لم نعهدك انك تخاف، ضيعهم دبلوق، ضيعهم بالغاز الاسود ودوس العنب ابو الالي. ما انا ما ادري وين. مكسور ايده مكسور ايده. ذبحني الزبال مكسور ايده، مدري هو يضرب كهرب يا عيال. الله عليه فزنا فزنا يا جماعة. تم الدعس تم الدعس. والله تطاققنا ترى، حطوني انا مع الاساطير. الله شو هذا ترو 32 كل، ترى اغلبها لي بس هو يسرق كلات يبين. والكلات واضحة، انتم شفتون ايش سويت، شايفين شلون ابدعت. و صراحة اسم الله علي. فوصلنا هنا يا شباب لنهاية حلقتنا، ان شاء الله اللعبة عجبتكم، ونشوفكم يا شباب حلقة جديدة ولعبة جديدة.